في 5 استحقاقات نيابية على الأقل، وتحديدا في الأعوام 92 و96 و2000 و2002 و2005، أسهم الحزب السوري القومي الاجتماعي في فوز النائب ميشيل المر أو ابنته ميرنا بالنيابة متنيا. حينها كان الحزب مكونا رئيسا من المجتمع المتني واللبناني، والتحالف معه سياسيا وانتخابيا كان أمرا مطلوبا. أما بعد عام 2005 فتحول القوميون في نظر الياس المر إلى عصابة، على ما تؤكده الحقائق المسربة عبر وثائق ويكيليكس. الزمان 15 شباط 2007، المكان بيروت، رقم الوثيقة 07 بيروت 250، كاتب الوثيقة السفير الأمريكي جيفري فلتمان. الحدث لقاء بين فلتمان والياس المر. في اجتماع بتاريخ 14 شباط 2007 بين السفير الأمريكي جيفري فلتمان ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني الياس المر، أشار الأخير إلى أن الاعتداء الذي تعرض له باص عين علق في اليوم السابق هو رسالة قاسية موجهة إليه. وفي شأن من ارتكب الجريمة، الياس المر وفق فلتمان شك بالنائب والسفاح المعروف بالسمعة السيئة رئيس الحزب السوري القومي أسعد حردان بأن يكون مرة جديدة مؤمن الجنات. وأعرب المر عن اعتقاده بأن مرتكبي الجريمة هم من القوميين، علما أن التحقيقات أثبتت لاحقا تورط مسلحي فتح الإسلام بالجريمة. الياس المر قال إن الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يملك معاقل نفوذ قوية في المتن يأوي قتلة معروفين، وهو مشتبه فيه بعدد من الجرائم. وفي مقابل كلام الياس المر قال السفير الأمريكي: نسجل أن رئيس الحزب السوري القومي أسعد حردان هو من الشخصيات الذين اقترحت السفارة على واشنطن أن تشملهم لقاءات السفير. ومن ناحية أخرى، تناول البحث بين فلتمان والياس المر مكان وجود الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما حزب الله في 12 تموز 2006، فأعرب وزير الدفاع اللبناني للسفير الأمريكي عن اعتقاده بوجود الأسيرين الإسرائيليين في الضاحية الجنوبية، لأن حزب الله مذعور جدا من غارة محتملة على الضاحية. استنتج المر أن من المنطقي أن يكون الأسيران الإسرائيليان هناك. وبنتيجة مضمون كلام الياس المر مع السفير وعشية توجه الأول إلى الولايات المتحدة، قال فلتمان: سنناقش الأمر أكثر مع المر، محذرين إياه من أنه سيرمى بازدراء من واشنطن بمزاعم سخيفة كهذه. وقال فلتمان في ختام الوثيقة: مع علمنا باتجاه المر إلى المبالغة وتضخيم الأمور سننظر في الأمر، قاصدا بذلك كلام وزير الدفاع عن استعداد فرنسا لتقديم نظام اتصالات جديد للبنان على سبيل الهبة. الجمعة في ويكيليكس: المجتمع المسيحي لم يتمكن من إنتاج بديل لميشيل عون، وتعيين منسق للأمانة العامة لـ 14 أذار هدفه تجميل وجهها السني، أما الكلام فللمدير السابق للمخابرات جوني عبدو.